لو سألتك تعرف شنو الشركة سامسونج، في الغالب تتذكر أحد هواتفها من الفئة الرائدة مثل سامسونج جالاكسي S21 الذي يتميز بمعالج قوي وكاميرا رباعية بدقة تكبر تصل إلى 100 ضعف مع قدرة الهاتف على تطبيق خاصية التركيز التلقائي. أو تتذكر أحد الهواتف من الفئة المتوسطة مثل جالاكسي M62 الذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية عملاقة ومعالج قوي ونظام تصوير جيد مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية. ولو كنت مهتم بالمنتجات الأخرى، احتمال كبير أنك تعرفها من خلال الشاشات أو الغسالات أو المعدات الكهربائية الأخرى التي تنتجها. لكن ما هو رأيك إذا كلمتك بأن شركة سامسونج لم يبدأ في الأساس في تصنيع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية، بل كانت شركة متخصصة في الخدمات الزراعية مثل المضاربة وغيرها؟ مؤخرا استطاعت الشركة من الدخول في شراكات استراتيجية في تبني وتطوير تقنيات فريدة تحدث ثورة زراعية ضخمة في العالم. في هذه الحلقة من الكشمة الزراعية سوف نتكلم بالتفصيل عن هذه التقنية وطبيعة عملها وكيف استطاعت الشركة من الوصول إلى هذه التقنية بالإضافة إلى استخدام تقنيات الـ 5G في الزراعة. مرحبا، أنا مصطفى نور الدين من كركشمة الزراعية الذي يمثل البوابة الحقيقية للمعرفة الزراعية. نسعد جدا بأن تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلك الإشعارات لكل فيديو يتم نشرها، ونتمنى كذلك أن تعجب بصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة حسابنا على الإنستغرام والتيك توك. عام 1938 بدأت شركة سامسونج في مجال المضاربة بالصناعة الزراعية برأس مال قدره 30,000 يوان ما يعادل 27 دولار في مدينة تاغو في كوريا الجنوبية عن طريق شخص مؤسس اسمه لي بيونغ شول معه 40 موظف. العمل الأساسي للشركة كانت التصدير والمضاربة بالسلع الزراعية حول المدينة بالإضافة لإنتاج السمك الكوري المجفف والخضروات مع تصنيع المعكرونة. ومعنى كلمة سامسونج يعني الثلاثة نجمات، وهذا يعني الشيء القوي. توسعت الشركة بشكل مذهل ومثير خلال 82 سنة الماضية. حاليا تعتبر الشركة عبارة عن تكتل تجاري متعدد الجنسيات مقرها في سامسونج تاون في مدينة سيول الكورية، وهي أكبر شركة تجارية في كوريا تنتج ما يقرب خمس صادرات كوريا ويضم عدد من الشركات الفرعية تحت اسم مجموعة سامسونج مع التركيز بشكل أساسي على الإلكترونيات والصناعة الثقيلة والبناء والدفاع. قال المدير التنفيذي لشركة سامسونج مون بو كون في معرض SES 2015 أن سامسونج لم يدخل بما يكفي في مجال إنترنت الأشياء، وهذا المعرض هو أكبر معرض يحضرها عدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والأكاديميين والسياسيين، والذي يقيم في مدينة لاس فيغاس. هذا التصريح عبارة عن الانطلاقة الأولى للعملاق الكوري الجنوبي في تبني عدد من المشاريع المتقدمة الذي يساهم في التكنولوجيا الزراعية، حيث قصصت الشركة 1.2 مليار دولار للاستثمار في تطوير إنترنت الأشياء. وهذا ما أكده الرئيس الاستراتيجي لسامسونج إلكترونيك يونغ سوهون في مقابلة قالت: نعتقد أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في هذا المجال. إنترنت الأشياء تمثل العديد من التقنيات التي تتكامل مع بعضها البعض في مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والزراعة والبيئة والمنزل. استخدام تقنيات الـ 5G للزراعة الذكية في الهند. دخلت شركة سامسونج مع الحكومة الهندية متمثلة في وزارة الاتصالات في شراكة عميقة وقوية على استخدام تقنيات الـ 5G في جميع أنحاء الهند من أجل ترشيد استخدامها بصورة أساسية في الزراعة بفت السرعات العالية والتقنيات المصاحبة لها، بحيث يمكن استخدام عدة نماذج وسيناريوهات التي تعمل بدعم من تقنية الـ 5G مباشرة للزراعة الذكية مع التحكم الكامل خاصة في الزراعة الرأسية والزراعة المحمية. ومجرد أن يتم استخدام هذه التقنية في أجهزة الاستشعار مثل حساسات الرطوبة ومقياس درجة الحرارة وغيرها مع بقية الأجهزة الموجودة في المزرعة مثل أجهزة الري والتحليل وغيرها من الأجهزة ذات الصلة مثل التي توفر معلومات بصورة أساسية حول المغذيات وأماكن الإصابة والجوانب الأخرى من الزراعة. والشيء الذي جعلت الحكومة الهندية تعتمد على سامسونج أنها تعتبر الزراعة أحد أهم دعائم اقتصادها، وهي ثاني أعلى دولة زراعية في العالم. كل هذه الأسباب جعلت شركة سامسونج هي المفضلة، بالإضافة إلى دعم الهند لتسريع التحول الرقمي والاستعدادات مع تطور مستقبل الـ 5G. الولايات المتحدة أيضا اختارت سامسونج لتطوير تقنية الـ 5G من قبل أكبر مشغلين رائدين هما فيرجن و AT&T.
تمكنت شركة سامسونج مؤخرا من الدخول مع شركة بريطانية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية والغذائية على تعاون مشترك لتطوير الزراعة من خلال التكنولوجيا، وتعتبر هذه الشراكة هي أحد أهم الشراكات الطريقية بفضل العمل العظيم الذي قامت به الشركة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي. عمل حجبار جعلت شركة هيدرسي تترشح لعامين على التوالي في القائمة النهائية لجوائز كامبريدج ساينس أند تكنولوجي من فئة أجري تيك كامباني. يعمل الشركتان على الابتكارات التي تدعمها الذكاء الاصطناعي من أجل قيادة مستقبل التحول التكنولوجي عبر النظام البيئي المبني على الاقتصاد الرقمي. تمتلك هيدرسي تقنية تعمل على تطبق وتحليل الماشية آليا بواسطة الذكاء الاصطناعي. هنا ظهرت ذكاء شركة سامسونج بكل وضوح. رأت أنها تستطيع أن تدمج قوتها التكنولوجية مع هذه التقنية التي توفرها شركة هيدرسي المكونة من 4 أشخاص، مما يتيح لهم فرصة تصقير التكنولوجيا من كلتا الشركتين بغرض تعزيز صحة ورفاهية ماشية اللحم في جميع أنحاء العالم، بالتالي يزيد من الإنتاجية الغذائية العالمية. يقوم المزارع بشراء بطاقات مصممة ومخصصة للماشية ويربطها على عنق الحيوان. هذه البطاقات تقيس العديد من البيانات الطبية الحيوية مثل درجة الحرارة وموقع الحيوان عن طريق تقنية الجي بي اس والمستشعرات، وكذلك معرفة حركة الحيوان وكتلة العضلات ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مستويات نشاط الحيوان من مكان تواجد الحيوان سواء كانت في المراعي المفتوحة أو الحظائر المغلقة. تقوم البطاقة بصورة تلقائية برفع جميع البيانات عن طريق التخزين السحابي في موقع hedersy.com. بمجرد أن يصل البيانات يقوم الموقع بتحليل البيانات مع إمكانية استقراء المعلومات من جميع القطيع أو تحديد حيوان واحد فقط، مع تحليل بياناتها والمقارنة بمعايير صحة الحيوان الطبيعية والأداء الأكاديمي للحيوان. بعدها تتم عملية التحليل متى ما ظهرت نتائج غير طبيعية من المحتمل أن تؤثر على صحة الحيوان وقيمة الحيوان. يتم إنشاء تنبيهات مباشرة على موقع الويب أو الرسائل النصية أو إرسال إشعارات من تطبيق الهاتف الخاص بالنظام. هذه التقنيات توفر ملخص كامل ويستطيع المزارع رؤية حالة قطيع الماشية بصورة دورية مع إمكانية مشاركة هذه المعلومات مع الأطباء البيطريين بغرض التدخل المبكر أو تجنب الزيارات الميدانية الغير ضرورية. لو ملاحظين في الفترة الأخيرة كثرت المطالبة والاهتمام بالقضايا البيئية خاصة أثناء إنتاج المنتجات الزراعية عن طريق الزراعة الصناعية، لأننا نستخدم العديد من مبيدات الأفراد ومبيدات الأعشاب والموارد الأخرى. هذا الشيء جعل شركة سامسونج تقف وتسقر تقنياتها خاصة سامسونج إلكترونيك لاستكشاف طرق أكثر كفاءة لإنتاج الغذاء وتكون صحية من خلال تطوير تقنيات خاصة يمكن تقليل التأثير الضار بالبيئة بغرض زراعة طعام صحي ولذيذ. القسم الأول الذي يركز عليه سامسونج في الوقت الحالي هو تصنيع أجهزة ضوئية من النوع LED. نتيجة للتنامي المتزايد على استخدام الزراعة الداخلية من خلالها تقدر تتحكم في المزرعة بالكامل من خلال توفير المناقات المناسبة على حسب نوع المحصول الذي تزرعه، والضوء الاصطناعي لها دور أساسي في معدل نمو المحاصيل المزروعة. في آخر 5 سنوات أثبتت لمبات الليد كفاءتها، وعند دخول سامسونج في هذا الخط من قبل 3 سنوات من لحظة تسجيل هذه الحلقة قدمت حلول متقدمة للمزارع الداخلية وأكثر كفاءة من جميع اللمبات الاصطناعية الموجودة مسبقا، مع توفير تقنيات فريدة وعمر اللمبة الافتراضي أطول. ولو دار تتحكم في طيف الضوء القاس بالإضافة تستطيع بكل سهولة ويسرع حتى توزيع الضوء في المحيط تكون أكثر جاذبية ومنتظمة. دخل سامسونج السوق بواسطة لمبة ليد أبيض تتوفر فيها عدد من التقنيات الفريدة لطاقها الطيفي واسع تشمل أطوال الموجات الحمراء والزرقاء التي تعزز من نمو النبات، ولمبات الليد كاملة الطيف تكافح الأفراد والأمراض وتزيد من القيمة الغذائية للنبات، وتكون النطاق الضوئي واسع وواضح مما يسمح للمزارعين من مراقبة وفحص الأمراض بسهولة. مع هذه النسخة التي دخلت فيها سامسونج للسوق رفعت مستوى فعالية الفوتون المكون للمبة الليد إلى أعلى مستوى من جميع أنواع اللمبات الأخرى المتوفرة. هذه القصدية قللت من قيمة وحدة الإضاءة بنسبة 30% مما يقلل من تكاليف المزارع الداخلية. لمبات الليد الخاصة بسامسونج متضمنة فيها تقنيات التحكم بالطول الموجي. مثلا لو قمت بزراعة نبات داخل المزارع الداخلية من خلال هذه اللمبات تقدر تضبط الطول الموجي الخاص باللمبة ليكون في حدود 450 نانومتر، وهذا الطول الموجي تعزز من عملية الإنبات، أو ضبط الطول الموجي ليكون في حدود 660 نانومتر من أجل تحديد نمو النبات.
إما في حال كبرة النبات تقدر تضبط الطول الموجي ليكون أكثر من 730 نانومتر، يساعد النبات على الازدهار وإنتاج الفاكهة وجعل عملية التنصير الضوئي يحدث بشكل طبيعي. تستطيع أن تدخل وتراجع المراجع من خلال التعليق المثبت في التعليقات أو في صندوق الفصل. وقبل أن ينتهي الفيديو، نأمل أن تضع لنا رأيك في التعليقات لإثراء المعرفة حول مساهمات شركة سامسونج في المجال الزراعي، وهل هناك المزيد التي يجب عليها أن تقوم بها؟ ونتمنى كذلك إذا أعجبك الفيديو أن تضغط لايك وتشترك معنا في قناتنا اليوتيوب. إلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام.